يا إخوان، فقط أريد أن أقول لكم، لا تعتقدوا أن بضعة عشرات أو مئات من عناصرهم المرتزقة اللي راهي تنشر الأراجيف في الإنترنت ستؤثر. لن تؤثر ولو قطرة. هؤلاء بالعكس يدفعون في الواقع خرابهم اللي يديروا فيه وزرعهم للفتن وزرعهم للتشويه وتشويه الأحرار وتشويه الشرفاء، يدفع الشرفاء والأحرار إلى العمل أكثر. هذا تحدي حقيقي، وأنا صراحة أقولها لكم، والله كلما هجمت كلما ارتفعت معنوياتي وارتفع العمل عندي بشكل لا أعرف أوتوماتيكيا حقيقي يعني، وهذا منذ سنوات طويلة، ولا أشتغل جيدا إلا عند التحدي. وأنا صراحة أقولها لكم، والله كلما هجمت كلما ارتفعت معنوياتي وارتفع العمل عندي بشكل لا أعرف أوتوماتيكيا حقيقي يعني، وهذا منذ سنوات طويلة، ولا أشتغل جيدا إلا عند التحدي.